انا ما عجبنيش المسلسلات الاكسيون، لكن هذا مسلسل واعر بزاف. رايح لمبارا فمان الله، رافعين التيفو بروفيسور ويغنوا بيلا تشاو بيلا تشاو. بعيد الحلقات وكأني بشوفها، ذكرياتي الجميلة مع حب حياتي. البروفيسور هذا مو مسلسل، هذا اسلوب حياة. المسلسل مو بس أنا طحت في غرام، العالم كله طح في غرام المسلسل. عمق السيناريو، الخطة المحبوكة، الشخصيات أتقنت الدور لدرجة أن الجمهور يعيش معاها. لو كان في فائدة وحيدة رح نستفيد منها من لكاسة دي بابل بغض النظر عن عمق الدراما والسيناريو، فهو قمة العبقرية في التخطيط. لو كل واحد فينا عنده العقلية حق البروفيسور في التخطيط لحياته، ما أتوقع نلقى أي فاشل موجود في هذا الكون. إعلان نتفليكس أريبيا أنه في تجمع في الياسمين مول الساعة 8 الصباح يوم السبت. عشان كده شايفين عيوني مفقعة. أنا ما أدري نتفليكس قاعد تبلف ولا لا، بس وجب التهيؤ وقلنا لازم نروح نشوف What's happening. فرحت مباشرة، لا شعوريا رحت الساعة 8 الصباح. كان جدا غريب، الناس تصحى ما حد يصحى 8 الصباح يوم السبت، بس رحت وتفاجأت أن في ناس متجمع فعلا. أسأل من هنا من هنا، طلع إعلان يتم تصويره. زاد الحماس فيني جرعة، لكن اللي حطمني أكثر شيء اللي هي لقعة الانتظار في الياسمين مول. أحلى شيء إنهم موفرين فطور. يلا بيلا بسرعة، فك الشنطة فك الشنطة فك الشنطة بسرعة، بلاش بلاش أكل بلاش. إعلان نتفليكس في تويتر سوى بلبلة لدرجة إنه شفت التجمعات حق الفانز هناك مو طبيعية. كان في 4-5 باصات من نقل جماعتهم كلهم. ما أنا ما قدرت أستحمل الانتظار، فروح بسيارتي على تشريح بليمان أنتظرهم هناك. وصلنا لوكيشن التصوير، كان جدا رائع جدا سينمائي. تشليح يشبه نفس المشهد اللي كان فيه البروفيسور بيحاول يحرق فيه سيارته عشان يخفيها من الأدلة. طبعاً زي أي لوكيشن سينمائي التجهيز فيه ياخد ساعات وساعات. المخرج ما يقول أكشن إلا لما يتأكد 1,000,000% إنه كل شيء تمام. أنا شد من الفضول إني أشوف بس اللوكيشن. مجرد إني أسأل الطاقم حق الإعداد، كل واحد يقول لي أوكي ساعة ونبدأ، ساعتين نبدأ، 3 ساعات نبدأ. عارف إنه ما راح يبدأ التصوير إلا بعد أقل شيء 4-5 ساعات. لذلك دخلونا خيمة الفانز، والخيمة ما قصروا، كان فيها مكيف وكان فيها سوني وبلوت. أنا شخصيا ما حبيت أنتظر، خرجت من اللوكيشن. وإذا كان في رسالة حاب أوصلها من هذا البلوك، إن أنت ما تحتاج مخرج يطلعك بالشكل اللي أنت تبغاه. أنت بالإمكانيات اللي عندك تقدر تطلع نفسك، وتقدر تكون مخرج نفسك. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire la sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. السؤال اللي طرح نفسه في هذا البلوك، متى راح نشوف إنتاج عربي ينافس المستوى هذا؟ تتفقوا معايا وتقولوا رأيكم في الكومنتس، وشير ولايك وسبسكرايب، وشوفوا الفيديوهات السابقة، وتشاو. وأحلى جنان مع حبيبنا عبد الرحمن.